لا خليته راه السود ديال التسير. اذا متابعينا الافاضل، يعني جريمه قتلى في وسط هذا بعد قبل لحظات العناصر الامنيه شرفات على يعني فتح هذا الطرق، صراحة يعني مؤلم جدا. يعني الراجل يعني جريمات مكمولة الأركان صراحة، ما بقى عندي ما نقول والله القسم. يعني منظر بشع، جريمة بشعة صراحة، رائحة كريهة وكريهة. السلطات الامنيه الدرك ديال الاغرام والسلطه المحليه هما راه حاضرين قبل لحظات، راه فتحوا هذا الطرو ولقاو فيه شخص مقتول جالس، يعني مضروب في راسه ضربه. يعني اش اقول لكم، ما سمحوا لي بزاف، راني تاثرت بهذا المشهد، مشهد رعب حقيقي صراحه. صراحة جريمة بشعة، دوار أي الراس بالجماعة الترابية أمل يهتز على وقع جريمة، جريمة قتل. راح ضحية ديالها شخص يعني كيبان كبير شوية في العمر، يعني الشيب كيظهر في الرأس ديالو من خلال يعني داكشي اللي شفنا يعني هنا في هاد الطرو. صراحة ساكنة هما هنا في انتظار إلقاء القبض أو إيقاف المشابه فيه اللي هرب وغادر، يعني ارتكب الجريمة بمدينة الدار البيضاء وجابوا في الطرو، وصلوا لهنا قبل أن يفتضح الأمر ديالو. السلطات المحلية حاضرة، الدرك الملكي بإغرام حاضر في انتظار صراحة إلقاء القبض على يعني مرتكب ديال هاد الجريمة البشعة. صراحة يعني هذا الشيء مؤلم ومؤلم جدا. المنطقة ما كتعرفش بحال هاد الجرائم صراحة، اللي شيء غريب على هاد المنطقة. صراحة كاين اللي شاف هاد المنظر هذا وكير صراحة كيتقيو، يعني ريحة كريهة، يعني أزكمت أنوف الحاضرين والساكنة، الناس اللي شهدوا هاد اللي شافوا هاد المنظر البشع. في هاد اللحظة تم اعتقال إيقاف مرتكب يعني المشتبه فيه في ارتكاب في الجريمة. إذن مشيو
شوفوا اسمحوا لينا اسمحوا لنا هاك الطومبيل اللي بعد الحسن والحسن الحسن والحسن يعني في هذه اللحظه يعني تم التوقيف مرتكب ديال هذه الجريمه. اوف يعني شدوه والحسن وينت فين شدوه الله يتبعوا معنا يعني في هذه اللحظه يتم ايقاف والحسن صافي Thank you.